بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو بحول الله متابعين الأعزاء سوف نتحدث عن الطريقة الصحيحة لتبييض بشرة الوجه والرقبة واليدين في وقت قياسي وبطريقة طبيعية صحية وصحيحة وطبعا سنعتمد على مكونات طبيعية آمنة تعطي النتيجة من أوائل استخدامها طيب لنباشر على بركه الله في اعداد الوصفه الاولى، والتي سنحتاج فيها الى مطحون المره او المر او مر البطارخ. وقد حضرنا به سابقا لو تتذكرون وصفه قويه جدا لعلاج دوالي الساقين وانتفاخ الاقدام. وكانت الوصفه رائعه وقويه جدا ولاقت استحسان واعجاب الكثير من المتابعين. لان ما يحتويه هذا المكون الذي تشاهدونه امامكم يحتوي على فوائد عظيمه جدا تجعله الاقوى بامتياز فالمره التي تشاهدونها الان تحتوي على العديد من العناصر المطهره ويمكن اعتبارها مضادا حيويا وكنا قد تحدثنا في السابق عن كيفيه اقتناء المره الاصليه غير المغشوشه وتحدثنا عن لونها وشكلها ونحو ذلك فلمن اراد التعرف على كل هذه التفاصيل فليشاهد الفيديو السابق سيظهر لكم رابطه الان على الدائره البيضاء كما ساضع لكم رابطه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب اول شيء نقوم به هو تحضير منقوع المره. لان المنقوع سنحتاج اليه في كل الوصفات التي سنحضرها اليوم بحول الله اولا تؤخذ كميه كافيه من المره ما مقداره ملعقه كبيره وتغسل جيدا بالماء بهدف التخلص من الاتربه والاوساخ العالقه بها وبعد ذلك توضع المره في برطمان زجاجي قابل للاغلاق وتضاف كميه مناسبه من الماء المغلي ويغلق البرطمان جيدا ويحفظ في الثلاجه ومن الممكن ابقاء هذا المنقوع في الثلاجه لحين الاستخدام طيب هنا سوف نتحصل على هذا المنقوع منقوع المره كما تشاهدونه الان سيكون بهذا الشكل لكن اعيد واكرر واؤكد في نفس الوقت حتى تنجح هذه الوصفه لابد من شراء المره الاصليه وفي حال اتبعتم الطريقه الصحيحه ستنجح معكم الوصفه مليون في المئه، لذلك ارجو مشاهده الفيديو وهو موجود في صندوق الوصف حتى نتاكد من المره الاصليه. طيب بعد ذلك نبدا في تحضير الوصفه الاولى. اول شيء نقوم به وهو ان نقوم باحضار مقدار ملعقه متوسطه الحجم من مطحون المره. وأنتم يمكنكم مضاعفة الكمية كما بدا لكم في حال أردتم تحضير كمية معتبرة منها. طيب بعد ذلك نضيف بنفس الكمية الأولى مقدار ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الأرز طيب لان للارز مفعول السحر على البشره فهو مضاد للاكسده ومضاد طبيعي للالتهابات ومعالج حتى لحب الشباب كما يمد البشره بالرطوبه والنعومه ويعتبر مقشرا ومبيض ويحفز في انتاج الكولاجين طيب بعد ذلك نضيف كميه قليله من الحليب كامل الدسم قبل ان نستعمل المنقوع الحليب يحتوي على العديد من العناصر الغذائيه مثل فيتامين ا والبروتين المساعد على تجديد خلايا البشره وايضا يحتوي على فيتامين د والكالسيوم المساعد في انتاج الكولاجين بشكل طبيعي وايضا يساعد في منع بروز علامات التقدم في العمر والتجاعيد وكذلك خطوط الوجه طيب هنا سوف نتحصل على هذا الماسك بالنسبه لطريقه استعمال هذه الوصفه وهو ان يتم تطبيق هذا الخليط على الوجه والرقبه مع الاستمرار في فرك الوجه والرقبه مده دقيقتين الى خمس دقائق نترك الخليط حتى يجف تماما حوالي ربع ساعه الى عشرين دقيقه ثم يغسل الوجه والرقبه بالماء الدافئ وصفه المر بالارز الحصريه والخاصه فقط بقناه كنوز المعرفه مثل كل الوصفات التي نضعها في قناتنا لذلك انا اؤكد هنا ان هذه الوصفه ممتازه جدا خاصه اذا التقى الارز بالمره سيفعلان المستحيل بالبشره طيب تستعمل هذه الوصفه لاربع مرات في الاسبوع، هذا اذا استعملت مع منقوع المره بدل الحليب كامل الدسم وهو ما سوف نتحدث عنه بعد قليل، اما اذا استعملت بالحليب كامل الدسم فيمكن ان نستعملها يوميا مره واحده فقط كل يوم. هذه الوصفه قويه لان من خصائص مكوناتها ان لها القدره للوصول الى طبقات الجلد العميقه وبالتالي ستعيد للبشره رطوبتها ومرونتها وتساعد على التخفيف من الزيوت الزائده فيها وجعلها اكثر اشراقا بالاضافه الى منع تكون حب الشباب. هذه الخلطه ستجعل البشره بشره الوجه بيضاء ناصعه بياضا طبيعيا ولا تسبب اي تهيج على البشره، لذلك انا اصر عليها وانصحكم بها. طيب بالنسبه للمنقوع الذي حضرناه سابقا للحصول على نتيجة قويه وسريعه جدا لا بد من المزج بين الخلطه والمنقوع يكون ذلك افضل من استعمال الخلطه لوحدها والطريقه سهله جدا قلنا في السابق ان الخلطه تستعمل لاربع مرات في الاسبوع والثلاثه ايام من الاخرى المتبقيه نستعمل فيها المنقوع لوحده بحيث يؤخذ القليل من منقوع المره المحضر سابقا وهذا بوضع قطنه نظيفه داخل المنقوع ويمسح به الوجه لكن يجب ان نتجنب وصوله لمنطقه ما حول العينين وبعدها يترك المنقوع على الوجه لحوالي ساعة كاملة، لأن المنقوع هو أقوى من الخلطة من حيث الفوائد بطبيعة الحال، لذلك قلت في السابق أنا أفضل المزج بين الوصفتين، بين الخلطة وبين المنقوع، من أفضل من استعمال الخلطة لوحدها. طيب، وبعد انتهاء المدة يغسل الوجه بالماء البارد، يعني بعد انتهاء مدة وضع المنقوع على الوجه، يغسل الوجه بالماء البارد ويستعمل هذا المنقوع في الايام التي لا نستعمل فيها الخلطه وهذا للوصول الى النتائج التي لم نكن ابدا نتخيلها سواء في تبييض الوجه او في تبييض الرقبه، يمكن ايضا ان نضعها على اليدين وبالتالي سنتحصل على نتيجه جد جد ممتازه، لذلك انا انصحكم بهذه الوصفه. طيب ننتقل الان متابعينا الاكارم الى الوصفه الثانيه وهي ايضا وصفه قويه وممتازه والدليل نجاحها بالتجربه. في البدايه ناخذ مقدار ملعقه متوسطه الحجم من مطحون المره او المر ونضيف اليها مقدار ملعقه صغيره من الكركم او مطحون الكركم. هنا يفضل شراء اعواد الكركم بدل شراء المطحون وهذا تفاديا للغش. لان الاعواد اذا قمتم بطحنها في المنزل سوف تتجنبون الكركم القديم والمغشوش، ايضا الكركم الاصلي سهل ازالته من الوجه، اما المغشوش فسوف يترك صبغه على الوجه وتصعب ازالته. طيب بعد ذلك نضيف كميه قليله حسب الحاجه من ماء الورد ونخلط ما بين المكونين. الكركم قوي جدا في تفتيح البشره وتبييضها ومنحها المزيد من الاشراق والنظاره، لان الكركمين يقلل من انتاج الميلامين ويحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في الذي يساعد في بناء الكولاجين، وفيتامين ب6 الذي يحفز من انتاج خلايا جديده، لذلك هذه الوصفه بجد وصفه رائعه جدا وممتازه بل وقويه بدرجه لا يمكن ابدا تخيلها. طيب بالنسبه لطريقه استعمال هذا الماسك، هنا يتم تطبيق الخليط على الوجه والرقبه لمده 15 الى 20 دقيقه، ثم يغسل الوجه والرقبه واليدين بالماء الفاتر، وتستعمل هذه الوصفه ايضا لاربع مرات في الاسبوع، هذه الوصفه ستجعل بشره الوجه بيضاء بياضا طبيعيا ناصعا. اما بالنسبه للمنقوع المحذر سابقا وللحصول على نتيجه قويه وسريعه جدا. هنا يفضل المزج ما بين الخلطه والمنقوع وسيكون ذلك افضل وهذا في الثلاثه ايام الاخرى كما في الوسط الاولى نستعمل فيها المنقوع بحيث يؤخذ القليل من منقوع المره ونغمس فيه قطنه نظيفه ثم يمسح الوجه مع تجنب وصوله لمنطقه ما حول العينين وايضا نستعمله لمسح الرقبه وايضا لليدين وبعدها يترك المنقوع على الوجه والرقبه واليدين لحوالي ساعه كامله ثم يغسل بالماء البارد وبعدها ستدهشكم النتيجه وسترون الفرق الجذري والكلي قبل وبعد الاستعمال ولكم ان تحكموا بانفسكم الوصفه ناجحه ومضمونه لذلك لا تترددوا ابدا في تطبيقها ننتقل الان متابعينا الاعزاء الى الوصفه الثالثه والاخيره وهي المخصصه ايضا لتفتيح البشره واعطائها البياض الناصع. هنا نحضر مقدار ملعقه متوسطه الحجم من مسحوق المره ونضيف اليه مكونا قويا اخر الا وهو مقدار ملعقه كبيره الحجم من الطحينيه الطحينيه السائله. اقصد الطحينية السمسم. هنا من يسميها الطحينيه وهناك من يسميها طحينيه السمسم وايضا هناك من يسميها حلوى الاتراك او حلوه الترك. ولديها بطبيعه الحال عده اسماء اخرى تجدونها في محلات السوبر ماركت. فقط هنا يشترط ان تكون كميه الطحينيه اكثر من المره بقليل. طيب نضيف مقدار ملعقه متوسطه الحجم من مطحون المره الى الطحينيه. ثم نضيف بعد ذلك كميه من المنقوع منقوع المره حسب الحاجه بطبيعه الحال ثم نباشر في عمليه الخلط الكلي ما بين كل المكونات حتى نتحصل على خليط متماسك. طيب بالنسبه لطريقه استعمال هذه الوصفه وهو ان يتم وضع الخليط على الوجه والرقبه لمده 30 دقيقه. لكن مع تجنب منطقه العينين كما اشرنا الى ذلك في الوصفه الاولى والثانيه لان هذه الوصفه تحتوي على منقوع المره ومنقوع المره بطبيعه الحال يرجى تجنب العينين، وبعد ذلك يمسح الوجه بقطنة مبللة بالماء بلطف وبحركة دائرية، ثم بعدها يتم غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة الطحينية، وتستعمل هذه الوصفة ثلاث مرات فقط في الأسبوع، وبعدها ستبهرون من نتيجة هذه الوصفة كما سوف ترون بحول الله. قوة هذه الخلطة في تبييض بشرة الوجه والرقبة واليدين لا يمكن أبدا تصورها، كما أن هذه الوصفة ستوحد لون البشرة وتعالج اختلاف لون الجلد وتنظف البشرة من الجلد الميت والشوائب لاحتوائها على العديد من العوامل المغذية التي تتغلغل في أعماق البشرة. لذلك أنا أصر وأؤكد على هذه الوصفة الممتازة جدا بمكوناتها وخصائصها القوية. لذلك أنا أنصحكم بها إذاً متابعينا الأفاضل، أتمنى أن تكون هذه الوصفات الثلاثة قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا في الأخير الإشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو والضغط على زر الإعجاب في حال نال الفيديو إعجابكم. تقبلوا مني خالص تحياتي، دمتم أوفياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.